نفس الكوره مره تاني. مروان مطالبه بلمسه يد وضربه جزاء، وفي النهايه ضربه حره لسموحه. خناقه بين باسم علي وصديق كلابا. خلينا نشوف ده حكم اللي بيتخانق، ده مش الحكم، مش عبد العزيز سيد، لا ده احمد حكم لاعب سموحه، ده هو اللي بيتخانق، ده رقم خمسه اهو، احمد عبد الحكيم احمد حكم. خلينا نشوف اللقطه. هو بيقول لهم استنوا الفار، يعني محمد عباس قبيل ومصطفى عطيه ممكن يتدخلوا لو شافوا ان الكوره دي بص. هي المشكله ايه بقى؟ الكرة فاتت من مرام محسن وإيد شريف رضا كانت على الأرض قبل ما الكرة تمشي وتعدي وتلمس تتدحرج على إيد شريف كده وهو ساند على الأرض. خلي بالك كل دي تفاصيل قانونية كده في القضية، يعني مهمة قوي. ففي انتظار قال له تعالى، قال له أنا مش هاخد القرار لوحدي، قال له تعالى. استدعاء ليه؟ عبد العزيز السيد، لان الكرة فعلا فيها تفاصيل قانونية كده وكرة معقدة شوية، لان ايد شريف رضا على الارض والكرة زي ما احنا شايفين اهو فاتت من مروان واتدحرجت ومشيت على ايد شريف اللي كانت اوريدي اصلا على الارض على النجيلة زي ما احنا شايفين كده. طيب عبد العزيز السيد هيقرر ايه؟ والكابتن سمير كابتن سمير محمود عثمان هيبقى رأيه ايه في الكرة دي؟ وهل هيتفق مع قرار الفار او مع قرار كابتن عبد العزيز ولا هيختلف؟ كورة مثيرة للجدل جدا الحقيقة. ادي مروان وادي شريف رضا كابتن وقائد سموحة قد يتسبب في ركلة جزاء على فريقه. هياخد وقته تماما. شكله عايز زاوية تانية، لكن هو الحقيقة مفيش زاوية تانية، هي الزاوية دي هي الأكثر توضيحا، يعني ما في دي الزاوية اللي هي زاوية واحدة هتحكم منها وهتاخد قرارك حسبها ايه. ضربة جزاء اذا لفيوتشر في الدقيقة 30. عبد العزيز السيد بعد مراجعة الفار يعود ويتخذ القرار ويحتسبها ضربة جزاء على شريف رضا، وفرصة كبيرة لفيوتشر لافتتاح التهديف وافتتاح التسجيل في هذا اللقاء. بوبو في مواجهة الهاني سليمان ولا مين اللي ماسك الكرة؟ عبد الكبير الوادي. شوف هو يعني دفاع لاعبي سموحة عن شريف رضا وعن اللقطة، يعني انه كان واقع على الارض والكرة هي اللي راحت له، هو كان واقع على الارض وساند على الارض. بقول لكم في شوية تفاصيل قانونية كده يفتينا فيها بقى الكابتن سمير ان شاء الله. لسه الكلام مستمر، لسه النقاش متواصل ما بين حليمه وشريف رضا والكابتن عبد العزيز السيد، لكن خلاص هو اخذ قراره. والدور الان على الهاني سليمان في مواجهه عبد الكبير ولا مين ده؟ مروان. عبد الكبير هو اللي كان ماسك، كان فقط يعني كان دوره انه يمسك الكوره لمروان محسن، في الاخر مروان هو اللي هيشوط. مروان محسن شوف الهاني سليمان بيقول له ثواني يا كابتن، انت مش حسبت البلن، ثواني بقى. عايز ايه بقى الهاني سليمان؟ بيقول له الكوره مش على نقطه الجزاء، مش على نقطه البنالتي. انت مش خلاص عملت دماغك وحسبت البلن؟ ادي الهاني سليمان. مرام محسن صاحب الخمس اهداف والاربعة اسيست. الهاني سليمان بيحاول يأثر على مرام محسن. مروان طبعا لاعب دولي كبير ولعب مباريات، لعب كاس عالم. واعصابه قوي ما بيتأثرش بالحاجات دي. هنشوف مرام محسن ياخد القرار. مروان محسن في مواجهة الهاني سليمان. مروان يا ولد، الهاني سليمان في زاوية والكورة في زاوية، والهاني سليمان يشوط الكورة تخبط في مروان محسن وراح له يعتذر له
ومشكلة بلا داعي. هو الحقيقة مش قاصد، لكن يعني مش عايزين. الهاني سليمان، شريف رضا، اتقطعت الكرة ترجع مرة تاني ناحية الشمال على الأرض. صديق كلابا كان واقع على الأرض وفجأة قام ولعب الكرة وخد فاول. ادي صديق اهو النجم النيجيري. وفي انذار، في انذار لعبد الكبير الوادي. الوادي طبعا بالمناسبه بيلعب، يعني هو اكس سموحه، هو بيلعب ضد فريقه السابق وادي دجله وسموحه، وحاليا في فيوتشر النهارده بيلعب ضد سموحه. ضربه حره شريف رضا من ناحيه الشمال وبالقدم اليمنى تتلعب عاليه. التعادل، التعادل لسموحه بالنيران الصديقة. باسم علي هو من يضع البسمة على وجه أحمد سامي وعلى وجه سموحة ولاعبيه وجهازه بعد خطأ كبير جدا بدون قصد بدون تعمد، بيسجل هدف ذاتي. والغريب، وشوف الكورة بقى، إن اللي تسبب في ضربة الجزاء على فريقه هو اللي يتسبب في هدف التعادل لفريقه، وكأن شريف رضا بيصحح خطأه في ركلة الجزاء فبيلعب الضربة الحرة اللي يخطئها باسم يسكنها في شباك جنش في مقتل في زاوية صعبة جدا، ويتعادل في الدقيقة 44.